رحيم، مرحبا بالجميع. الحديث موصول وإياكم ضمن كلامي عن أسر وقبائل الكويت عن قبيلة عتيبة، وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي ما يتعلق عن بعض شخصياتها وما هو مرتبط بتاريخها في الكويت، والليلة إن شاء الله أكمل لكم بعض ما يتعلق بهذه القبيلة، وسيقتصر كلامي عن الأسر المتحضرة من قبيلة عتيبة في الكويت. سأحرص قدر المستطاع أن أورد مقتطفات من تاريخ هذه الأسر، وكل أسرة من هذه الأسر هي بحد ذاتها تاريخ عريق في الكويت. كل أسرة من هذه الأسر تحتاج منها إلى وقفات وليس إلى وقفة واحدة، ولعل هذا لاحقا إن شاء الله بتوثيق خاص عن كل أسرة بحد ذاتها. من أقدم الأسر المتحضرة المنتسبة إلى قبيلة عتيبة في الكويت هي قبيلة لبداح، وهي أسرة كريمة عريقة من أهل الزلفي، قدموا الكويت قديما ولها الشهرة في الزلفي إلى اليوم. فسبعة من رجالها فيما مضى منذ سنة تقريبا 1290 من الهجرة إلى 1345 تولوا إمرة الزلفي، وقد قدموا الكويت قديما، وهم ذرية اليوم عبد المحسن بن عبد الرحمن لبداح رحمه الله. من الأساعدة من عتيبة أيضا أسرة الجحمة، هذه الأسرة قدمت من الزلفي قديما وسكنت جبلة، ينسب إليها جماعة من الرجال المخلصين في بناء الكويت، ومنهم الدكتور الفاضل ممن له عناية بالتاريخ والعلوم الاجتماعية الدكتور نواف عبد العزيز الجحمة. من الأسر المتحضرة المنتسبة إلى قبيلة عتيبة في الكويت أسرة الجار الله الخرافي. شو منتسبة إلى قبيلة عتيبة والخرافي معروفين أنهم من بني تميم؟ الجواب أن والدهم حمود الجار الله من الأساعدة من عتيبة، توفي في الكويت رحمه الله وترك ولدين مشاري وعبد الله، أمهم هي حصة بنت ناصر الخرافي. لما جاء جدهم من الزلفي كان يبي الأحفاد، يبي عياله، يبي مشاري وعبد الله، فقال للجد هل بيتربون عندي؟ وبالفعل تموا في الكويت إلى أن جاء وقت المستندات الرسمية، فسماهم خالهم عبد المحسن مشاري حمود الخرافي وعبد الله حمود الخرافي، وبعد التحرير رجعوا إلى الاسم القديم مع المحافظة على الخرافي، فصار اسم العائلة الجار الله الخرافي. قدمت أسرة الجار الله الخرافي إلى الكويت قديما وسكنوا جبلة، ولهم شخصيات بارزة في تاريخ الكويت، منهم من المعاصرين الدكتور عبد المحسن بن عبد الله لحمود الجار الله الخرافي، الأستاذ في جامعة الكويت، وهو الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف، ومن أبرز الكويتيين المعتنين بالتوثيق، توثيق التاريخ والشخصيات والأسر. ومنهم أيضا ولد عمه الوزير في الحكومة الكويتية الحالية الأستاذ الكريم عادل مساعد الجار الله الخرافي، وفقهم الله جميعا. ومن الأسر المنتسبة إلى قبيلة عتيبة في الكويت أسرة الجسار، قدمت في أواخر القرن 18 من عنيزة وسكنوا جبلة، وبعضهم سكن أيضا الوسط، ولهم بصمة كبيرة في تاريخ الكويت، أنجبت العديد من الشخصيات. أنا أواجه إشكالية كبيرة مع أسرة الجسار بسبب تعدد شخصياتها، لكن لعل في ذكر بعضهم ما يغني عن الآخر، وفي الكل بركة إن شاء الله. أبرز شخصيات أسرة الجسار في الكويت الملة دخيل حمود الجسار، والنوخذة عبد العزيز حمود الجسار اللي تجارته وصلت إلى الهند، وأيضا عبد الوهاب عبد العزيز الجسار مدير الجمرك في منتصف القرن الماضي. ومن الشخصيات البارزة من أسرة الجسار في الكويت أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم الجسار، وكان من المشهورين في الرقية، كان له بيت في السالمية يقعد قدام البيت على عتبة الباب، ويجون الناس من كل مكان في الكويت ويرقيهم، وكان معروف بالفراسة الشديدة، لذلك كان الناس يأتون من كل مكان من الحاضرة والبادية رحم الله الجميع. من أبرز شخصيات الجسار في الكويت الشيخ الفاضل والمحدث الكريم الشيخ علي الجسار رحمه الله تعالى، اللي يشهدون لأهل المرقاب أنه كان يشيل كتابة قبل لا يكمل عمره 18 سنة ويمشي ويدور لمسجد العتيجي أو مسجد المطران. الشيخ علي الجسار رحمه الله عرف بمحاضراته وبرامجه التاريخية والأدبية والوعظية التي كان يكثر منها، والتي كان يتكلم بعفويته التي تصل إلى شعاف القلوب كما يقولون، كان يمزجها بأبيات شعرية من التاريخ العربي القديم وأيضا من الحديث، كان له دراية بفنون الأدب رحمه الله. ومن أسر عتيبة في الكويت أسرة الحمد الراشد، وهذه الأسرة من أهل الزلفي، نزحوا إلى الزبير قديما وبرزت منهم شخصيات كبيرة لما قدموا الكويت، منهم المحسن الكبير والتاجر المعروف المحسن خالد عبد اللطيف الحمد رحمه الله، اللي ولد في الزبير في سنة 1800
85 ولازم والده صغيرا، لذلك لما سئل أي مدرسة درست دراستك ضحك قال شيء دراسة، لازمت الوالد من صغري وكنت انتقل وياه من مكان إلى مكان، وكان يروح إلى مكان يسمونه جلعة صالح عند العمارة، يقول حفظت القرآن هناك وسافرت مع الوالد إلى الصومال. لما قدم الكويت صارت له بصمة كبيرة في تاريخ الكويت، بنى مسجد في المرقاب في منتصف القرن الماضي وهو أحد مؤسس البنك الوطني والخطوط الكويتية. ومن تواضع طيب المرحوم خالد الحمد رحمه الله تعالى إن كان يقول الكويت بلد مبروك، جئناه فقراء فصرنا أغنياء. تجارته بلغت الآفاق، كان يرحل إلى شرق إفريقيا وإلى الهند وإلى العديد من الدول العربية يتاجر ويدخر هذا المال لينفقه في سبيل الله. كان عنده أوجه خير كثيرة جدا داخل وخارج الكويت. مركز أسعد الحمد الصحي هو بناه وجعل ريعه لابنه أسعد، لأنه رحمه الله تعالى كان يخصص أموالا لأولاده، ومنهم أسعد الذي توفي قبل أبيه فبنى له هذا المركز الصحي رحمهم الله. عندي حقيقة قائمة طويلة من ذرية الحمد في الكويت، من الصعب حصرهم هنا، لكن منهم شخص التقيته كثيرا وهو رجل محب للتاريخ ومحب للأدب محب لوطنه، وزير التربية السابق الدكتور رشيد الحمد. التقيته في الكويت هنا والتقيته أيضا في القاهرة لما كان سفيرا في الكويت، وهو رجل ترك بصمة كبيرة بان عمله في سفره في أثناء توليه سفارة الكويت في القاهرة، وفقهم الله جميعا. ومن الأسر المتحضرة من عتيبة في الكويت أسرة الحمد، اللي هل الكويت يسمونهم الحمد الدخيل، يميزونهم عن الحمد الراشد أهل زبير. الحمد الدخيل قدمت هذه الأسرة إلى الكويت من الزلفي في أوائل القرن الماضي وسكنوا جبلة، وهم ذرية عبد العزيز عبد الله الحمد. وقد برزت عدة شخصيات من هذه الأسرة الكريمة، منهم الدكتور خالد محمد الحمد والدكتور وليد محمد الحمد. ومن الأسر المتحضرة في الكويت من قبيلة عتيبة أسرة الذكير، وهذه الأسرة أصلا من أهل عنيزة، سكن زبير قديما، ثم قدمت هذه الأسرة إلى الكويت وبرزت منهم شخصيات كبيرة جدا. من الشخصيات البارزة في تاريخ هذه الأسرة مقبل الذكير صاحب كتاب العقد الممتاز لتاريخ نجد وتهامة والحجاز. من أشهر الشخصيات المنتسبة إلى قبيلة عتيبة في الكويت أسرة الراشد، وهم ذرية عبد العزيز عبد المحسن الراشد ومحمد فهد الراشد. هذه الأسرة قدمت الكويت في أوائل القرن الماضي من الزلفي وسكنوا جبلة في الصالحية، وبرزت منهم شخصيات كبيرة جدا. أشتغل حاليا في توثيق مسيرة العم سعود عبد العزيز الراشد حفظه الله تعالى. عبد العزيز بن عبد المحسن الراشد يعتبر من أشهر تجار الكويت، رجل عصامي وبنى نفسه بنفسه واشتغل بالعديد من التجارات. كان عنده دكان في السوق القديم في الكويت، اشتغل بتجارة السلاح، اشتغل بوكالات العديد من المواد الغذائية والأقمشة والعديد من الأشياء التي استطاع أن يترك له بصمة كبيرة جدا، إلى أن اشتغل بعد ذلك في العقار وتوسعت أموره. كان يشتري بعض الخرابات، يقول لنا اشتري من الخرابات، قال بعد 40 سنة الموعد. وبالفعل نمت هذه الخرابات كما يسميها أصحابه حتى صارت مجمعات تجارية ضخمة جدا، ربى أولاده على هذا الأمر. يحدثني العم أبو خالد سعود الراشد إن كان حريص على ملازمة والده منذ صغره، كان يدرس عند بعض الكتاتيب، ولما بدأ هاشم البدر بتدريس اللغة الإنجليزية يقول كنت أصعد القاري أو الدراجة الهوائية كما تسمى للي تابعونه من برا الكويت والخليج، كان يصعد الدراجة الهوائية أو القاري يقول مساء أروح لمدرسة هاشم البدر وأتعلم عنده اللغة الإنجليزية. وذاك الوقت في بداية الخمسينات يندر أن تجد من يدرس اللغة الإنجليزية أو يتعلمها، حتى صار العم أبو خالد بعد ذلك من كبار رجال الكويت في التجارة والعمل الخيري أيضا. المحسن الكبير عبد العزيز عبد المحسن الراشد وفقه الله له وصية وله أعمال خيرية كثيرة جدا في حياته وبعد وفاته. توفي رحمه الله في سنة 1989 تقريبا، فترك وصية يشرف عليها أبناؤه اليوم، نفذت العديد من المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت، منها المستشفى المشهور في الحساسية، منها مسجد الراشد الشهير اليوم الذي يعتبر من أشهر المساجد في الكويت وفي الخليج بكثرة قرائه واجتماع الناس عنده. أولاد سعود الراشد وفقهم الله وأبناء عمومتهم أيضا من الحريصين على الخير وعلى تنمية هذه الوصية والمشاريع التجارية الأخرى.
ومن أبناء عبد العزيز عبد المحسن الراشد سعد، الذي يعتبر من أيضا من كبار تجار الكويت، وله عناية أيضا بطباعة الكتب الشرعية. وهناك أسماء حقيقة يطول ذكرها لهذه الأسرة الكريمة، أسرة الراشد، ولعله إن شاء الله توثق هذه الأسرة الكريمة هنا أو في كتاب آخر إن شاء الله. ومن الأسر الكريمة المتحضرة المنتسبة إلى قبيلة عتيبة في الكويت، والتي نزحت من الزلفي، أيضا أسرة السبت، وهم ذرية يوسف السبت. ومن أشهر أسر عتيبة في الكويت وأشهر أسر الكويت تجاريا وشرعيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا أسرة الشايع. وهذه الأسرة الكريمة هي طول الكلام عندها، عندي المئات من الوثائق المرتبطة بهذه الأسرة، وعندي كلام يطول ذكره عن تاريخ هذه الأسرة، سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشرعية أو حتى الخيرية أيضا. ولذلك أنا ما أعرف حقيقة من أين أبدأ وأين أنتهي مع مسيرة هذه الأسرة الكريمة، ولعله هنا المقام مقام اختصار، ولذلك من الصعب أن أطيل الكلام. وأسرة الشايع لها 5 فروع، الحمود والدخيل والأحمد والعبد المحسن والجار الله، وبرزت منها العديد من الشخصيات في المجالات المختلفة في تاريخ الكويت. يكفي أن نعرف أن علي ومحمد عيال الحمود الشايع لهم بصمة كبيرة في الحياة التجارية في الكويت المرتبطة ما بين الكويت والهند. فعلي الحمود الشايع له محل كبير شهير وديوان معروف في الهند، له محل عمره الآن، مع أخوه محمد يشرف على هذه التجارة في الكويت، حتى نمت هذه التجارة بفضل الله وصارت ذات أمر واسع في الكويت وفي العالم أيضا. ومن الشخصيات البارزة في أسرة الشايع في الكويت وفي العالم التجاري العم عبد العزيز محمد الحمود الشايع حفظه الله تعالى. العم عبد العزيز الشايع لازم والده وأعمامه في التجارة في الهند، وأقام فيها زمنا طويلا، واشتغل في العديد من الأعمال الحكومية، فقد كان لفترة قصيرة وزيرا للكهرباء، وهو اليوم يرأس مجلس إدارة شركة محمد حمود الشايع رحمه الله. في سنة 1951 رجع صالح علي الحمود الشايع رحمه الله تعالى إلى الكويت من الهند بعد أن أقام فيها ما يقرب من ربع قرن. رجع وابتدع لنا فكرة جميلة في العمل الخيري، أظنه أول من ابتدعها في الكويت. الفكرة هذه هي بيت المعاريس، كانت من تركة والدته هيا عبد الله السعدون رحمه الله تعالى. وقف بيتا، جعله وقفا في سبيل الله، أي واحد وده يتزوج ما عنده مصاريف العرس، ما عنده مكان لإقامة الاحتفالات، بإمكانه أن يدخل هذا المكان ويدعو من شاء، وكله في ميزان حسناته رحمه الله تعالى. ومن أبناء هذه الأسرة الكريمة أسرة الشايع أبناء عبد الرحمن بن أحمد الشايع رحمه الله تعالى، أصحاب حملة الشايع التي توقفت بعد ذلك. هذه الأسرة الكريمة لها عمل خيري مبارك اطلعت عليه العام الماضي في قرقستان، عمل جمعية الصفا الخيرية التي تعد مع عمرها القصير من أفضل وأبرز الجمعيات العالمية في قرقستان، شيء حقيقة يفوق الوصف، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. استضافونا في بيتهم هناك في قرقيزيا، ورأينا من العمل الذي حقيقة يفتخر به كل إنسان، جزاهم الله خيرا. ومن أبناء أسرة الشايع في الكويت أيضا عبد الله دخيل الشايع رحمه الله تعالى، رجل عصامي بنى نفسه بنفسه، واشتغل بتجارة العطور والأقمشة، كان يجلبها من الهند، ووضع له اسما لامعا في تجارة العطور والتجارة عموما في الكويت، وكان رجلا محبا للخير، له العديد من المشاريع الخيرية، وله ذرية صالحة أنا لا أعرف منهم حقيقة إلا عبد العزيز وخالد وعبد اللطيف بحكم العمل التوثيقي في المساجد، فلهم أكثر من مسجد زاهم الله خير في الكويت، ولهم اجتماع أسبوعي يوم الخميس، والوعد الخميس نمرهم إن شاء الله تفطروا إياهم في شاليهات الدوحة. ومن أبناء أسرة الشايع في الكويت أيضا عبد الرحمن بن أحمد الشايع وعبد الرحمن بن عبد العزيز العبد المحسن الشايع، وكلاهما من أهل الخير وممن اشتغل بالتجارة في الكويت، ولهم بصمة كبيرة أيضا في التواصل مع الناس وأيضا في العمل الخيري أحسن الله إليهما. ومن الأسر المتحضرة من قبيلة عتيبة في الكويت أسرة المجهم، هذه الأسرة قدمت الكويت في أوائل القرن الماضي من الزلفي، وسكنوا جبلة،
وبرزت منهم شخصيات كبيرة جدا، من أبرزهم العم عبد الرحمن عبد الله المجهم الوكيل السابق في وزارة الأوقاف، ولد في سنة 1933، وله بصمة كبيرة في الجانب الأدبي والتاريخي، وأيضا له بصمة في العمل الإداري، تولى إدارة العديد من الجهات في الكويت. ومن الأسر المتحضرة من قبيلة عتيبة في الكويت أسرة الطاحوس أبناء شديد بن طاحوس رحمه الله تعالى، الذي قدم الكويت في حدود سنة 1890 وعمل في الغوص وعمل أبناؤه كذلك. وبرزت عدة شخصيات من هذه الأسرة الكريمة، منهم طاحوس بن شديد الطاحوس رحمه الله تعالى، ومنهم خالد بن محمد الطاحوس رحمه الله تعالى، ومنهم عضو مجلس الأمة السابق أسامة طاحوس. ومن الأسر المتحضرة من قبيلة عتيبة في الكويت أسرة العساكر التي قدمت الكويت قديما من الزلفي، وسكنت في الجهرة وسكنت أيضا في الصالحية، وقد استشهد منهم جماعة في معركة الجهرة في سنة 1920. أسرة العساكر برزت منهم عدة شخصيات، منهم العم محمد سليمان العساكر رحمه الله الذي توفي في سنة 1997 وكانت جنازته مهيبة رحمه الله تعالى، ولهم حملة مشهورة بحملة العساكر يقودها الأخ العزيز والصديق الكريم عبد الله العساكر وفقه الله. ومن الأسر الكريمة التي تنتسب إلى قبيلة عتيبة وسكنت الكويت قديما أسرة العمر التي قدمت من الزلفي، وبرزت منها شخصيات كبيرة جدا لها بصمة في مجالات مختلفة في تاريخ الكويت، منهم الفريق المتقاعد غازي العمر وكيل وزارة الداخلية السابق، ومنهم مدير عام بيت الزكاة السابق والأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد عبد الله العمر. ومن الأسر المنتسبة إلى قبيلة عتيبة والتي قدمت الكويت قبل ما يقرب من 130 سنة من الزلفي أسرة الفرهود أبناء ناصر عبد الله الفرهود رحمه الله تعالى، وهو متزوج من منيرة البدر رحمه الله، ولها بصمة في تاريخ الكويت ولهم ذرية كرام بررة. ومن الأسر المنتسبة إلى حاضرة عتيبة في الكويت أسرة المنصور أبناء محمد دخيل المنصور الفرهود رحمه الله تعالى، وقد قدمت هذه الأسرة من الزلفي قديما وبرزت منهم شخصيات كبيرة جدا، وكان بعض أبنائهم شريكا في حملة تسمى بحملة التعاون التي تحول اسمها بعد ذلك إلى حملة البدر. من الأسر الكريمة التي تنتسب إلى قبيلة عتيبة وسكنت الكويت قديما أسرة الفوزان، وهذا لقب يطلق على أكثر من أسرة في الكويت، لكن منها الأسرة العتيبية التي قدمت من بريدة وسكنت المرقاب، وكان جدهم سليمان بن فوزان الفوزان رحمه الله له محل في سوق واجف ودكان أيضا أو محل في منطقة الفحيحيل، وقد سكن ضاحية عبد الله السالم حتى توفي رحمه الله تعالى في سنة 1975 لهذه الأسرة العديد من الأبناء البررة، كما أن لهم مشروعا خيريا وهو عبارة عن مستشفى كبير في منطقة بيشاور في باكستان. من الأسر الكريمة المنتسبة إلى قبيلة عتيبة أسرة الملحم أبناء محمد بن عبد الله بن سليمان الملحم رحمه الله تعالى، وهذه الأسرة قدمت الكويت في حدود سنة 1330 من الزلفي وسكنوا جبلة، وبرزت منهم شخصيات كبيرة ساهمت في بناء الكويت. من الأسر الكريمة المنتسبة أيضا إلى قبيلة عتيبة أسرة الهارون، وهذه الأسرة أسرة نجدية سكنت الحسا فترة من الزمن ثم نزحت إلى الكويت في أوائل القرن 19، سكنت جبلة ولها بصمة كبيرة في تاريخ الكويت، بنت لها مسجدا شهيرا مسجد الهارون الذي بني في حدود سنة 1878 بناه عباس أحمد الهارون رحمه الله تعالى. وبرزت العديد من الشخصيات من هذه الأسرة الكريمة، من هذه الشخصيات عبد الوهاب ومساعد الهارون وكلاهما تولى الوزارة في فترة سبقت. ومن الأسماء اللامعة في قبيلة عتيبة والتي فاتني ذكرها في اللقاء الماضي العم الكريم محمد هادي العتيبي بوهادي رحمه الله تعالى، وهذا الرجل ولد في سنة 1939 وقضى 40 سنة من عمره في خدمة رياضة الآباء والأجداد رحمه الله تعالى في سنة 2016، وخلف مسؤولية كبيرة على من يأتي بعده رحمه الله. ومن هذه الأسر أيضا أسرة البادي، هذه الأسرة الكريمة التي تسكن منطقة الفحيحيل
وبعض المناطق المجاورة برزت منها أسماء كثيرة يصعب حصرها هنا. لكن من أشهر الأسماء ذعار العتيبي رحمه الله، الذي ولد في حدود سنة 1889 في الكويت، وشارك في معركة الجهارة، وشارك في بعض المعارك دفاعا عن الكويت. ومنهم أيضا عبد الله بن محمد البادي العتيبي رحمه الله، الذي دخل الغوص واشتغل في تجارة العقار وغيرها. وبعد قانون الجنسية كان يعرف ببعض أبناء قبيلة عتيبة من الكويتيين للحصول على الجنسية الكويتية. أنا بديت أغفي الحين، ولو بحط لي عود شبريت عند عيني كذي هم بتسكر من التعب والنعاس. طولت عليكم وطولت على نفسي شوي، ومن ذكر فهذا حق واجب، ومن لم يذكر فأرجو المسامحة وقبول الاعتذار. وعموما من أحب أن تذكر أسرته مع الصور والوثائق بشيء من الإسهاب فأنا بالخدمة إن شاء الله، سواء بتوثيق المرء هنا أو بتوثيق في كتاب بالرجوع إلى المصادر المطبوعة والمخطوطة أيضا. أسأل الله التوفيق والإعانة والسداد للجميع، وسامحوني على القصور، وشوفكم على خير. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويس. آثار للأعمال التاريخية.